السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي طلبوا مني العديد من الأخوات اللي بغاو يعرفوا طريقة استعمال العدس للزيادة في الوزن، وأيضا العلاج مشكل ديال فقر الدم اللي كيعاني منه العديد من الأشخاص كبار وصغار. هذه الوصفة هذه اللي حققت نتائج كبيرة 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 كبيرة، وصفة ما غاديش تكلفكم شيء الكثير. إلا عندكم شيء طفل مثلا، الأطفال اللي كيتصابوا فقر الدم وعندهم نحافة، يمكن لكم تستعملوا لهم هذه الوصفة بكل أمان. المكون الرئيسي في هذه الوصفة كيف ما كتشاهدوا وهو العدس. قبل ما نبدا معكم اخواتي اخواني هذه الحلقه تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناه جربوا حكم لاول مره، كنتمنى منهم الاشتراك والضغط على الزر الاحمر للتواصل بوصفاتنا فضلا وليس بامر. رجعوا اخواتي الوصفه ديالنا اللي حققت نتائج كبيره كبيره. ودائما يعني قبل ما نستعملوا الوصفه، يمكن لكم الاختيار نعملوا واحد البحث بسيط على مكون العدس اللي معروف وغني على التعريف اللي كيعالج لينا المشكل ديال فقر الدم. فاش غادي نبداو هذه الوصفه هذه؟ قبل ما نبداو الوصفه لعلاج فقر الدم وايضا طرد شبح النحافه، ضروري نعملوا التحاليل ديالنا من بعد مرور واحد الاسبوعين، نعاودوا نكرروا استعمال التحاليل باش نعرفوا بان واش الوصفة كتعطي النتائج ديالها فعلا. هذه الوصفة خلال جوج ديال الاسابيع كتعطي كتخلص من المشكل ديال فقر الدم مع تجربة ديال العديد من الاخوات. واليوم حبيت انني نشاركها معكم، وحتى نلبي حتى الطلب ديال الاخوات اللي طلبوا مني الطريقة ديال الاستعمال ديالها للتخلص من المشكل ديال فقر الدم، وايضا بغاو يزيدوا في الوزن بشكل طبيعي. وصفة معروفة، مكون الرئيسي فيها كيف ما كتشاهدوا وهو العدس. ويا ريت الا كان عندكم العدس الاحمر فهو معروف كيتباع في المتاجر الكبرى، يمكن لكم تستعملوه. طريقه استعمال العدس، غادي نجيب العدس ديالي كيف ما كتشاهدوا، غادي ننظفه مزيان، يعني غادي نقيه قبل، غادي نكون غاسلاه وخليته حتى يقوم يعني حتى ينشف ليا، وناخذ هذا العدس ديالي ونقوم بالطحن ديالو. عاد يمكن ليا نعمل الدقيق ديال العدس في الفرن باش نقوم بالتحميص ديالو شويه، باش نغير غير المذاق ديالو باش يقبلوه ليا الاطفال ديالي. ولا حبيتو تحمصوه هكا، يعني تاخذوه على شكل حبوب بعد تنظيف، وتحمصوه على مقلاه على نار هادئه حتى تيتحمص، يبان لكم تيتحمر، ومن بعد نطفي عليه ونخلي حتى تيبرد، ونطحنو ونحصل على البودره ديالو، نديرها في واحد البواطه ونخليها للاستعمال اليومي. طريقه الاستعمال، المكون الاساسي كيف ما ذكرت لكم العدس، بودره العدس تكون محمصه، يعني بودره العدس يكون محمص عي شويه باش يعني تكون المذاق ديالو جيد. نقوم بالطحن ديال البودره ديال العدس ديالي اللي حمصته، ومن بعد نديرو في واحد الاناء محكم الاغلاق ونبدا نستعملو بشكل يومي. طريقه الاستعمال، غادي نجيب واحد ياغورت صغير اما طبيعي او بالسكر، وندير فيه معلقه كبيره من البودره ديال العدس ديالي اللي حضرت، ونحركها مزيان ونعطيها للطفل ديالي او الشخص المصاب بعد الافطار مباشره، يعني ياخذ مره واحده في اليوم خلال مرور جوج ديال الاسابيع بعد استعمال هذه الوصفه هذه. يديروا التحاليل بالنسبه للمشكل ديال فقر الدم، وغادي تلاحظوا واحد التحسن كبير في الزياده في الوزن. ودائما كنوصي الاخوات والاخوه اللي بغا يستعمل شي وصفه للزياده في الوزن، ناخذ الوزن ديالي قبل ما نبدا الوصفه، ومن بعد مرور واحد جوج ديال الاسابيع على الاقل غادي ناخذ الوزن من جديد باش نعرف الوصفه واش كتعطي النتائج ديالها اولا لا، باش نستمر عليها بكل امان. كنتمنى منكم اخواتي اخواني اللي عنده شي شخص مصاب في البيت بفقر الدم، يا ريت ما يبخلش عليه بهذه الوصفه البسيطه واللي في المتناول ديال جميع العدس، فهو الثمن ديالو بسيط وايضا ذو فعاليه قويه قويه قويه. كنتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه هذه باش تخلصوا على الاقل من فقر الدم اللي كيكون، لان كيف ما كتعرفوا فقر الدم احد اكبر الاسباب اللي كيؤدي للنحافه. بالنسبه لهذه الوصفه هذه كنستعملوها مره واحده في اليوم بعد الافطار، خلال مرور جوج ديال الاسابيع بدات تبان لك النتائج. يا ريت تاخذوا التحاليل، يستعملها لفقر الدم ياخذ تحاليل بعد مرور اسبوعين يستعمل تحاليل، واللي يستعملها للوزن يا ريت ياخذ الوزن ديالو بعد مرور واحد جوج ديال الاسابيع، غادي تلاحظوا نتائج اكيده 100%. كنتمنى منكم اخواتي اخواني من كل قلبي انكم تجربوا هذه الوصفه هذه البسيطه والفعاله. بالنسبه للناس اللي ما يمكن لهمش يستعملوا هذه الوصفه، الناس اللي عندهم حساسيه والمراه الحامل والناس اللي عندهم امراض مزمنه، ضروري استشاره الطبيب. والناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي يعني في الامعاء، يمكن لهم يغيروا الوصفه بوصفة اخرى. وكنتمنى شفاء العاجل لجميع المرضى، وكنتمنى منكم الا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم،
مرحبا بكم دائما على قناتكم جرب حكم، وكنتمنى تشاركوا فيديوهات قناتنا مع الأهل والأحباب. جزاكم الله خير، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن المولى عز وجل.